توزن بالجيران بالرطل، تبغى توزن المويه والسوائل، وفي ميزه التصفير زي ما اقول لك معك ماده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا في قناتي جراد اولي. اليوم نستعرض ميزان الكتروني بشركه هومز، سعره 49 ريال. هذا هو طبعا من 1 جرام الى 5 كيلو يتحمل الوزن، وشاشه LCD، ويحسب قيمه حجم الماء وحجم الحليب. هذه مصفات وانديكيتورز. هذا هو، هذا من الخلف، صناعة صينية طبعا. هذا هو الميزان، هذه التعليمات، في خصائص أنا شفته في المحل لكن بعدين نشوفها إن شاء الله. هذا ما شاء الله تبارك الله خفيف جدا، والذي يبغى البطارية خلاص. هذا الميزان باختصار، في زرين فقط، جربته طبعا في المحل، خفيف خفيف جدا. هذا هو باختصار، بعدين نشغله ونجربه ونشوف بإذن الله. البطارية طبعا البطارية الصغيرة AA اللي بطارية الريموت AAA. الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا مرة ثانية نستعرض معكم هذا الميزان الإلكتروني، اسمه ميزان الطبخ، لكن تقدر تستخدمه في أي حاجة ثانية ما في مشكلة، لكن هو مميزاته للطبخ. لأن في حاجات خلنا أوريكم هنا، يقيس لك السوائل بس الماء والحليب، وطبعا بالجرام تبغى توزن الدقيق، تبغى توزن أي حاجة، وتستخدم أي حاجة ثانية من جرام إلى 5 كيلو. هنا الآن مثلا الحليب أو هذا الماء، شوف هنا طلع لك هنا بالملي، أتمنى تكون واضح، في هنا بالملي جرام. هذا ماء، هذا أيقونة ماء، هنا أيقونة الماء بالملي، آسف اللي هو المود من هنا. الآن الماء بالأونصة، الأونصة السائل، أتمنى يكون واضح. ها هنا الكتلة طبعا، الوزن بالجرام، لاحظ الحروف اللي هنا في الجنب، وهنا الوزن بالباوند، يدعم الباوند برضه، مو بس بالكيلو جرام اللي هو الرطل، تقدر تقيس بالكيلو بالجرام وبالرطل. هنا الملك بالملي، أتمنى يكون واضح، ملي، وهنا الملك بالأونصة السائلة اللي هو إم، هنا قطرة فيها إم، وهنا الموية بالملي، وهنا الموية بالأونصة السائلة. ورجعنا هنا للوزن، سهل جدا طبعا، خلاص تبرمج المود اللي تبغاه. شوف الآن شوف هذه حركة طريفة الآن، لأنك كان في الهواء ولما حطيته وزن نفسه، شايف 323 جرام. حلو، خلينا نقفله بس وأشغل، لازم يكون على الأرض مستوي أول ما تشغل. أنا برمجته هو في الهواء، فلما حطيته قاس وزن هو بنفسه. خليني معلش بس أقفله وأرجع. طيب بسم الله، خلاص الآن الوزن بالجرام حلو ومستوي، لازم يكون على سطح صلب ومستوي. تقيس أي حاجة تبغاها، مثلا نشوف هذه طلع وزنها 75 جرام. حلو، تبغى توزن هنا مثلا دقيق، تبغى 100 جرام دقيق، ولكن هنا 75. نصفر، هذه حركة معروفة طبعا، تصفره خلاص ألغى الإناء، الآن بيبدأ يسجل من جديد. حطيت دقيق، حطيت رز مثلا، حطيت هذا شو مثلا كيمة الموية، هذه 50 جرام وزنها. حلو، ألغينا، الآن نقيس بس الماء اللي موجود في الإناء، لأن هذا صفرناه خلاص، الإناء ما يحسب. هذه الفكرة، أتمنى تكون واضحة، وخلاص أرجع أصفره. خلاص الآن تصفر، مثلا عندك القهوة، ها تبغى تحط هنا مثلا 30 جرام قهوة، حط هذا يا حبيبنا، شوف وزنه كم، 300 أو 500، نص كيلو ما شاء الله، 534 جرام. تبغى تحط مثلا 30 جرام، أبغى وزن البن نفسه، ما أبغى وزن هذه، خلاص صفر ويبدأ يحط البن.
ويوزن مثلا 30 جرام اللي تبغى. خلاص اتمنى تكون واضحة فكرة بسيطة وسهلة يعني، هذه واضحة. لكن ايش ميزته؟ زي ما اقول لك تستخدم اي حاجة تبغاها، مو شرط في المطبخ، دقيق، رز، اي حاجة اللي تبغى. الان صفر مرة ثانية. طيب نغير المود الان، بعلكم على حاجة الان. المود هذا طبعا بالرطل، زي ما قلنا الوزن بالرطل، وهنا الحليب بالملي، وهنا الحليب بالأونصة. خلنا نرجع للموية بالملي، خلنا نوريكم على حركة هنا. طبعا الموية، الموية لها خصائص فيزيائية سبحان الله، بحيث ان اللتر وزن كيلو جرام بالملي، هذا فيزيائيا ومعروف. اللتر الماء او السنتيمتر المكعب وزنه جرام واحد، هذه واحدة من خصائص الماء، هم من بين السوائل كلها. فمية ملي وزنها بيكون 100 جرام، هذه ما فيها شك. خلاص السوائل الثانية الحليب، هذا مبرمج على الحليب، ما أدري كم كثافة الحليب يعني، فهم فيزيائيا هذا الماء عرفنا الحليب كثافته أقل. يعني مثلا لو جبنا لتر حليب يمكن ما يطلع وزنه كيلو، الماء بيطلع كيلو، لكن لتر الحليب بيطلع الوزن ممكن أقل، خلينا نقول 900 جرام. لو جبنا زيت، الزيت كثافته قليلة، يعني لتر الزيت يمكن يطلع 800 جرام، والماء كيلو، والحليب 900. لو جبنا زئبق فرضا كثافته عالية، فلتر الزئبق يمكن يطلع وزنه 2 كيلو 3 كيلو. فهمتم المعلومة هذه؟ فهذا مبرمج على الماء والحليب، حسبوها طبعا كم كثافة الحليب، وبناء على وزنه يطلع لك كم الكمية. متى تحتاج الحركة هذه اللي هو الماء والملي؟ تحتاجها في حالة واحدة، انت تبغى 100 ملي لكن ما عندك مقياس زي هذا، هذا مقياس مدرج. حلو، اتمنى يكون واضح. يعني 50، 100 ملي، 300. فرضا انت في المطبخ ما عندك المقياس هذا، تبغى 100 ملي ماء او حليب، والمقياس هذا ما. لو عندك هذا خلاص ما تحتاج الميزان، لكن فرضا ما عندك خلاص تحط لك اي اناء ثاني وتكب وتوزن. خلاص الان برمج على الماء، تبغى 100، خلينا نصفر معلش نصفره، ونبغى 100 ملي. لحسن الحظ عندي هذا المقياس المدرج، لكن لو فرضا ما عندك فتستخدم هذه الطريقه. خلينا نجرب لين نوصل هنا طلع 107، لكن اعلى من الخط بحاجه بسيطه، لا عالي عالي معليش، انا ما اشوف عشان زاويه الرؤيه، بس هنا برضو عالي فوق الخط، فوق ال 100 ملي على فكره. الان على الخط، على الخط، على الخط بالملي، لكن هنا 97 ملي، في اعتقد يمكن في خلل شوي. الدقة يعني لك عليها، ممكن ها الآن خلينا نشوف 99 ملي، لكن على فكرة خلينا نشوف على الخط بالملي، يعني هذا الخط فرضا، هذا الخط الماء جاي فوقه كذا شوي، أو على حافة الخط، فإن شاء الله دقيق بإذن الله بالملي على الخط هو. فهمنا الفكرة؟ الآن احتجت خلاص هذه 100 ملي موية من غير ما يكون عندي مقياس مدرج، الحليب قس على ذلك نفس الحكاية. هذه الفكرة باختصار، تختار المود زي ما تبغى، وهو ما راح يقصر معاك الجهاز. إذا بغيت توزن بالجرام بالرطل، تبغى توزن الموية والسوائل، وفي ميزة التصفير زي ما أقول لك، معك مادة بودرة الطحين، ما تبغى تقيس الحاوية اللي تحتويها، الكوب أو الصحن أو بأي شكل من الأشكال، تحط الكوب تصفر وتبدأ تقيس المادة اللي بتحطها. أتمنى تكون واضحة الفكرة إن شاء الله. الله يسعدكم ويوفقكم، شكرا لكم، وتابعوني إن شاء الله في الفيديوهات القادمة بإذن الله.